دكتور سمير، ممكن تكلمنا عن تجميل الأنف؟ احنا لما نتكلم على تجميل الأنف لازم نعرف أول حاجة إن الأنف دي يقول عليها the most prominent part of the face، يعني تملي إن هي أصغر حتة ظاهرة في الوجه. فتملي البني آدم بيبص على وشه فيلاقي مناخيره قدامه، فيشوف أنفه. لو عنده مشاكل هو بيريلي هيز فيلير، مشاكله وان هو فاشل في حاجات نتيجه ان هو انفه فيها حاجه. حتى عشان كده احنا لابد لما بنيجي نتكلم، لو شفنا ان الانف دي هي شكلها حلو، او ان اللي جاي يعمل عمليه الانف حاطط في باله ان مشكلته بسبب مناخيره او عنده مشكله نفسيه، ينصح ان احنا ايه ما نقربش منه خالص، لان هو عمره ما هيقول ان انا ساتسفايد بالانف بتاعتي، اللي هيبص عليها يقول لك حاجه تانية. طيب هل الموضوع الجمال ده نسبي؟ لكن هو في لوحه لليوناردو دافنشي كان مقسم بيها الوجه الى مربعات او يعني الى اماكن محدده بخطوط. حضرتك فعلى سبيل المثال ان هو في خط هنا وخط كده، القورة تلت الانف التلت الجزء ده التلت. حضرتك بيرسم خط من عند زاوية العين لغاية تحت، بيشوف هل الجزء بتاعة الأرنبة الانف دي بره ولا الداخلة. واخد حضرتك؟ بعدين التلت ده هوت، هل هي الانف طويلة ولا عالية؟ ولا هي عريضه؟ ولا هي فيها انحراف؟ واخد حضرتك؟ تاني حاجه الخط ده والخط ده، هتلاقي العين والعين دي والانف من هنا الثلاثه قد بعضيها. تاني حاجه الانجل اللي هي زاويه دي وزاويه دي، في الزاويتين دولت مهمين ليه؟ لان هم بيختلفوا في الفيميل عن الميل، عن البنت عن الراجل. فهتلاقيها الزاويه دي هي منفرجه جدا في البنات وحاده في الراجل. لو هي حاده في الراجل والراجل يقول لك لا انا عايز اعملها، لا ما تعملهاش. تاني حاجه الانجل اللي هي ما بين الشفه، اللي هي زاويه ما بين الشفه والانف، هتلاقيها في الستات يا 90 ديجري او اكتر، هتلاقي مناخير الست كده طالعه لفوق، مناخير الراجل زي انا برضه يعني بس تبقى اقل شويه، هتلاقيها الزاويه هنا بتبقى زاويه حاده. المفروض ان احنا في عمليه تجميل الانف احنا عندنا في 5 بوينت ان نبص عليها. اول حاجه الحاجز اللي هو السبتم، وبعدين اللي هو الدرسم اللي هو دي الجزء ده، وبعد كده هو اهم حاجه بقى بيقبل البيز اللي هي القاعده دي هي، وبعدين التيب اللي هي دي هي، وبعدين الزوايا اللي هم الخمس زوايا، الانجل اللي فوق والانجل اللي تحت. النقطه بقى واحنا بنشتغل في عمليه تجميل الانف، ان اي خطوه بتتعمل في العمليه بيترتب عليها خطوتين عايزين يصلحوا، او خطوه او خطوتين عايزين يصلحوا. يعني فلنفرض واحد عنده يعني زيادة أو علو في الأنف، وجيت أنا شلتها، المناخير هتتفتح لثلاثة بدل ما هي تبقى حتة شارب كده، هتلاقيها بقى ثلاث أجزاء، يبقى لازم ألمها. تاني حاجة إن هو لما بنشيل الجزء اللي هنا ده، المناخير بتنزل لتحت، يبقى لازم أظبط الأنجل. فهي موضوع في نوع من الإثيتكس وموضوع من الفن والذوق. شكرا جدا لحضرتك يا دكتور.